كيف نسأل كم الساعة وكيف نجيب على نفس السؤال؟ وتحية خالصة من القلب لأصحاب لايك وتعليق قبل المشاهدة. نستخدم الفعل سير في التعبير عن الساعة، ونستخدم منه اس عندما نريد أن نسأل كم الساعة. كي أورا اس؟ كي أورا اس؟ كي أورا اس؟ أو عند الإجابة في هذه الحالة إس لا أونا، إس لا أونا، إس لا أونا. أما باقي الأرقام نستخدم سون، سون لاس دوس، سون لاس دوس، سون لاس تريس، سون لاس كواترو، سون لاس سينكو، سون لاس سيس، سون لاس سيتي، سون لاس أوتشو، سون لاس نويبي، سون لاس دييز، سون لاس أونسي، سون لاس دوسي. لا هورا إن بونتو، لا هورا إن بونتو. يمكن أن نعبر عن ذلك بطريقتين، مثلا سون لاس تريس، أو نقول سون لاس تريس إن بونتو. إس لا أونا، إس لا أونا، أو نقول إس لا أونا إن بونتو، إس لا أونا إن بونتو. مثلا في الدارجة المغربية نقول دابا الوحدة واقفة أو ثلاثة واقفة، وهذا ما نعنيه ب إن بونتو. لاس أوراس إي لاس مينوتوس، لاس أوراس إي لاس مينوتوس. سون لاس دوسي إي سينكو، سون لاس دوسي إي سينكو، سون لاس دوسي إي دييز، سون لاس دوسي إي دييز، سون لاس دوسي إي كينسي، سون لاس دوسي إي كينسي، أو نقول سون لاس دوسي إي كوارتو، إي كوارتو، سون لاس دوسي إي بنتي، سون لاس دوسي إي بنتي، سون لاس دوسي إي بنتي سينكو، سون لاس دوسي إي بنتي سينكو، سون لاس دوسي منوس سينكو، سون لاس دوسي منوس سينكو، سون لاس دوسي منوس دييز، سون لاس دوسي منوس دييز، سون لاس دوسي منوس كينسي أو منوس كوارتو، سون لاس دوسي منوس كينسي أو منوس كوارتو، سون لاس دوسي منوس بنتي، سون لاس دوسي منوس بنتي، سون لاس دوسي منوس بنتي سينكو. Las medias horas. Las medias horas. يمكن أيضا أن نعبر عليها بطريقتين. نقول son las doce y media. Son las doce y media. Son las doce y treinta. Son las doce y treinta. Es la una y media. Es la una y media. أو es la una y treinta. Es la una y treinta. Son las dos y media. Son las dos y media. أو son las dos y treinta. Son las dos y treinta. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita, a me gusta y compartirlo. Hasta luego.